ده بقى خلينا نقول سجل الأبطال بالنسبة لبعثة مصر في دورة الألعاب البارالمبية. احنا طبعا في دورة الألعاب الأولمبية خدنا 3 ميداليات، واحدة ذهب بتاعت أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وخدنا فضة لسارة سمير في رفع الأثقال سيدات، وخدنا كمان الميدالية البرونزية في سلاح الشيش بالنسبة لمحمد السيد نجمنا المصري، وكانت أول ميدالية ساعتها في البطولة. والميداليتين بتوع الجندي وساره سمير كان في اليوم الاخير لدوره الالعاب الاولمبيه. في دوره الالعاب البارالمبيه خدنا 7 ميداليات، خدنا ذهبيه محمد المنياوي في رفع الاثقال، ذهبيه رحاب احمد رضوان رفع اثقال، كله رفع اثقال ما عدا البرونزيه منتخب الكره الطائره فاطمه، فضيه لفاطمه محروس، فضيه لمحمد صبحي، برونزيه صفاء حسن، وبرونزيه ناديه فكري النهارده في ختام اليوم الاخير بقى لدوره الالعاب البارالمبيه. وايضا خدنا كمان من يومين برونزيه منتخب الكره الطائره جلوس، دول ال7 ميداليات اللي احنا خدناهم. بحيي ابطالنا خصوصا في منتخب الكره الطائره ورفع الاثقال، شرفونا ويعني فرحونا ورجعوا ورفعوا اسم مصر عالي جدا في البطوله. كفايه ان علم مصر دايما موجود في المنصات التتويج خصوصا في رفع الاثقال وفي الالعاب الجماعيه زي الكره الطائره جلوس. وايضا السلام الوطني لمصر اتعزف مرتين في ذهبيه محمد المنياوي وذهبيه رحاب احمد رضوان. فمبروك لابطالنا اللي شرفونا في فرنسا وخصوصا في رفع الاثقال ومنتخب الكره الطائره جلوس. دي طبعا لقطات لمحمد المنياوي. امبارح طبعا احتفلنا بابطالنا، ده حصاد البطوله بقى كلها بالنسبه لمصر. على فكره احنا كده زي ما قلت لكم في المركز ال41 عالميا ب7 ميداليات. اللي فاز بالبطوله او بالدوره او الدوله اللي هي اكثر حصدا للميداليات كان الصين، الصين الشعبيه ب220 ميداليه، 94 ذهب، 76 فضه، و50 برونز، يعني بفارق كبير جدا عن بريطانيا. يعني الصين الشعبية خدت المركز الأول في دورة الألعاب البارالمبية ب94 ميدالية ذهب. اللي بعديها في المركز الثاني بريطانيا العظمى ب49 ميدالية ذهب، وبعديهم أمريكا ب36، يعني أكتر من الضعف. الصين بتنفرد تماما بصدارة دورة الألعاب البارالمبية. ده نجمنا المصري طبعا في رفع الأثقال محمد المنياوي اللي فاز بالذهبية، ودي رحاب احمد رضوان برضه فازت بالميداليه الذهب والسلام الوطني لمصر. رفع الاثقال رحاب في وزن 55 كيلو جرام، وسعيده هو هي يعني تعظيم سلام كده للعلم المصري والنشيد الوطني. احساس رائع لما بترفع علم بلدك وبتحقق انجاز كبير. بطلتنا المصرية وفرحة الفضة في البارالمبيات. الإصرار والتحدي والثقة بالنفس والحب اللي أنا عايز أعمل إنجاز وعايز أفرح بلدي وعايز أعمل طموح، يكون عندي طموح اللي أنا أعمل إنجاز كبير لبلدي. بحيي بصراحة كمان وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية على دعمهم لأبطالنا المصريين واستعدادهم الجيد في قبل البطولة وتحقيق الإنجازات. وده منتخب الكرة الطائرة جلوس اللي خد الميدالية البرونزية بعد ما فاز على ألمانيا في مباراة الثالث والرابع 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع الميدالية البرونزية. مبروك لأبطالنا. وألمانيا منتخب قوي جدا في لعبة الكرة الطائرة جلوس وإنجازاتهم الكبيرة. وده بطلنا المصري طبعا المميز محمد صبحي المبتسم واللي كان معانا على التليفون امبارح وبرضه حقق الميدالية الفضية في رفع الأثقال رجال وزن 88. والثقة بالنفس والإصرار والإصرار على تحقيق الإنجاز
الأبطال دول يعني فيهم ناس كتير خدوا ميداليات كتير يعني. يعني كل الأبطال دول شاركوا في دورات أولمبية بارالمبية سابقة وخدوا ميداليات، ودي أعتقد بطلتنا المصرية صفاء حسن اللي خدت البرونزية برضو في رفع الأثقال في وزن 79 كيلو جرام. اللي بالكوا بيقولوا لي زملائي يعني كريم فضل زميلي في الإعداد بيقول لي إن منتخب الكرة الطائرة جلوس واخد 3 ميداليات في تاريخه، 3 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية على مر التاريخ يعني. ودي بقى بطلتنا بتاعت النهارده ناديه فكري، اخر ميداليه لمصر النهارده. خلي بالكوا احنا كده زي ما قلت لكم احنا في المركز ال 41 عالميا بالنسبه للترتيب العربي، احنا في المركز الرابع. الجزائر خدت 11 ميداليه في المركز الاول وست يعني 6 ذهبيات وخمس برونزيات. تونس في المركز الثاني 5 ذهبيات و3 فضه و3 برونز. المغرب واخدين 15 ميداليه 3 ذهب و6 فضه و6 برونز. مصر في المركز الرابع بذهبيتين وفضيتين و3 برونز. الاردن بعدينا في المركز الخامس ب3 ميداليات ذهبيتين وبرونزيه. العراق 5 ميداليات، واحده ذهبيه واحده فضيه و3 برونز. الكويت كمان خدت ميداليتين، واحده ذهبيه واحده برونزيه. فاحنا في المركز الرابع عربيا وفي المركز الخامس افريقيا، اللي احنا قابلين الجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا بالنسبه لقاره افريقيا. فانا شايف يعني الحمد لله برضو قدرنا نحصل على ميداليات، وان شاء الله الدورات القادمه يبقى الاستعداد افضل ويبقى كمان في مواهب جديده طلعت ان شاء الله نقدر نحقق ميداليات باذن الله، ويكون في اعداد مميز لكل اللاعبين اللي هيشاركوا ان شاء الله في الاولمبيات القادمه. الاولمبيات القادمه هتكون في لوس انجلوس.